الجاية، وهي موضوعها برضو مهمة جدا، الـ Virtual Labs، المعامل الافتراضية. ايه هي المعامل الافتراضية؟ مين اللي ممكن يستفيد منها؟ امتى اصلا احنا بقى عندنا معامل افتراضية؟ يعني يمكن ناس تفتكر ان دي حاجة مش موجودة اصلا واحنا لسه هنطبقها، يمكن ناس تبقى عارفة ان هي موجودة ولكن احنا بنحاول نعممها او نكبرها اكتر. تطوير التعليم مش بس في المناهج، لازم يكون عندنا كمان طرق حديثة تساعدنا ونستخدم التكنولوجي علشان نوصل المعلومة بشكل أصح. عايزين كمان نعرف هو المعامل الافتراضية أصلا بتحل مشاكل إيه كانت موجودة في المعامل العادية اللي أساسا الطلبة كانت بتدرس فيها. الحلقة النقاشية دي هتدور ما بين الدكتورة خديجة البدويهي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة براكسي لابز أريبياز، وما بين كمان دكتور محمد ندى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة في لابي، ودكتور سارة رمضان، مؤسس أكاديمية فارما أكاديمي. وطبعا الحلقة دي هيديرها أستاذ محمد، مؤسس إيجيبو. هل حضراتكم جميعا موجودين وسامعيني؟ أنا سامعك كويس يا ريم. أوكي، الميكروفون معك. طيب، شكرا شكرا يا ريم على المقدمة الجميلة اللي انت شرفتي بيها في البداية. في البداية طبعا يمكن انا سعيد جدا بإدارة جلسة شيقة، كتير جدا محتاج يعرف معلومات اكتر عن المعامل الافتراضية والتكنولوجيا الجديدة اللي كل العالم بيتكلم عنها وبيسمع عنها الفترة دي، ويمكن بعد زي أزمة كورونا فتحت لنا مجال كبير جدا. فالنهارده طبعا انا بيشرف ان انا معايا زملاء ومتخصصين في مجالات تكنولوجيا التعليم. ليا الشرف ان انا اقدم دكتوره خديجه البدويهي، سي او لشركه براك لاب، وطبعا دكتوره ساره رمضان فارما اكاديمي، ودكتور محمد ندى بي لاب. في البداية نبدأ بدكتورة خديجة البدويهي. في دقيقتين يا دكتورة خديجة كلمينا أكتر عن فكرة براكسي لابس ودوركم في دعم العملية التعليمية من الناحية اللي خاصة بالمعامل الافتراضية. الأول محمد، سمعني كده كويس؟ الصوت مظبوط؟ سامعك كويس شايفك كويس. مرسي أولي محمد على الانترودكشن وعلى الأوبورتينيتي اللي أنا كنت موجودة هنا معاكم. حابة دي مقدمة بس سريعة كده على التاكسي لاب، هي ليه وجدت الحمد لله. احنا النهارده لو جينا نبص حوالينا هنلاقي ان العالم كله دلوقتي بدا يدعو للفكره اسمها ستام تكنولوجي، الساينس والتكنولوجي والماتكس، وان احنا المفروض نزود الاهتمام بالستام عشان نحل مشاكل العالم مثل COVID-19، وازاي عايزين ساينتست تحل المشاكل دي. طب ازاي هنحل مشاكل العالم من غير وجود الناس اللي بتتخرج من ستام؟ الخريجين دلوقتي او الجراديوتس دول يا محمد، يمكن اكتر مشكله عندنا ان احنا الدروب اوت ريت وصل حوالي 60% في العالم كله. الناس دي مش بتكمل في الديسيبلين بتاعتها، وجدنا ان واحد من الاسباب الرئيسيه ورا الموضوع ده هو اللاب ورك، البراكتيكال ورك او اللاب ورك. لحد النهارده من ساعه ما بدا من زمان جدا لسه بيتعمل جوه اللي احنا بنسميها اللي هي الورك لابز او المعامل التقليديه، المعامل اللي جوه الجامعات. اوكي، طيب التشالنجز اللي في المعامل دي كتيره جدا، انا بس هسرد سريعا اهمها الاثنين المهمين الكبار اللي خلونا نتجه للفيرتشوال لابس. مشكله المعامل الحقيقيه دي انه احنا كم واحد يقدر يدخل المعمل، الريستريكتد اكسس، كم واحد يقدر يعمل التجربه دي من اولها لاخرها، هل الطلاب يقدروا يعملوا التجربه اكثر من مره عشان يتعلموا، لان ده مهم جدا في الساينس اديوكيشن. والسيفتي كونسيرنز الكبيره جدا ممكن تاثر على الطلاب، دي من اكتر المشاكل الموجوده دلوقتي للتراديشنال لابز، واللي خلت التوجه في السنين اللي فاتت يروح ناحيه الفيرتشوال لابز. ده يعني المشكله بس الاولى اللي انا قلتها. الحل بقى هو في وجود منصات تعليميه شبه براكسي لابز. احنا في براكسي لابز وات وي دو ان احنا بندي للطلاب فيرتشوال بلاتفورم يؤهلهم ان هم يقدروا يعملوا براكتسنج لساينس اكسبيرمنتس في كيمستري بيولوجي فيزيكس توكسيكولوجي في سيف انفايرمنت بتاعهم. هو كل طالب ليه هيز اون انفايرمنت يقدر يعمل براكتسنج 24/7 ليترالي، في اي وقت في اليوم هو عايز من اي مكان. كل اللي محتاجه براوزر يقدر يدخل ويبراكتس ويحسن الليرنينج اوتكمز بتاعته ويقلل السيفتي كونسيرنز، وبالتالي كل المشكله اللي احنا قلناها دي بتقل بالطريقه دي.
النهارده احنا عندنا على البلاتفورم اكتر من 100 تجربه في الديسيبلينز اللي انا قلتها، ويمكن وصلنا لحوالي اكتر من 65,000 يوزر استفادوا من المعامل دي لحد النهارده. ده سريع يعني محمد عن براكسي لابس. محمد يو ار ميوتد محمد، سامعني كده كويس؟ طيب كده تمام. طيب انا اسف، انا طبعا يعني كنت لسه بتكلم ان دكتوره ساره رمضان من الشخصيات اللي دايما بتابع منها كل الجديد في مجال تكنولوجيا التعليم، ودايما بتبهرنا بالتوكس والمحاضرات بتاعتها في الاريا دي. فكنت اتمنى ان حضرتك في دقيقتين تعرفينا اكتر عن حضرتك على المستوى المهني، والشركه عند حضراتكم بتقدم ايه في موضوع المعامل الافتراضيه. طيب كده الصوت واضح صح؟ تمام. طيب ميرسي جدا على الاوبورتيونيتي الهايله دي والسامت، وكل الناس اللي بتشتغل في التعليم عارفه قد ايه انه they have this same mindset، نفس العقل ونفس الافكار والتشالنجز اللي احنا فيها. انا ساره رمضان، انا في القصه الاعلانيه، اشتغلت في التعليم الصيدلي تقريبا 15 سنه. حاليا انا اخصائي في الابتكار واستشراف المستقبل في القطاع الطبي. شغلي الاساسي فارما فيجيت اكاديمي، هي منصه الغرض منها ان احنا ندعم التعليم والتدريب الصيدلي بشكل يكون متوافق مع تحديات المستقبل، وفي نفس الوقت زي اللي كانت بتحكي عليه دكتور خديجه، ازاي يكون في امباورمنت او في نوع من انواع الدعم وتعزيز للهاندز اون والشغل العملي، خصوصا ان احنا في الهاير ايدوكيشن ودراسه الجامعه ودراسه الصيدله محتاجه كتير جدا من التمرين، ما بنوفقوش حقه في اغلب الوقت، ضيقه لكل حاجه ممكن اتكلم عنها. ففارما دي جيت بتحاول تحل الفكره دي، ان احنا نجمع ما بين الاكاديميا وما بين التكنولوجي ونخلي دراسه الصيدله ممتعه من كل الجهات، وفي نفس الوقت سهله للطلبه سواء هم كانوا في البيت او لا. حتى من قبل الكوفيد احنا محتاجين فيرتشوال تول تساعد علينا وتسهل، خصوصا في الهيلث كير سيكتور. فده اللي احنا بنعمله الى حد ما، وميرسي جدا على الاستضافه ليكم واتشرفتم معاكم. ميرسي جدا يا باشمهندس دكتوره ساره. طبعا الزميل والدكتور محمد ندى طبعا من الشخصيات اللي برضو بنسمع كتير جدا عن في لابي، وعن ما شاء الله محقق نجاحات كتير في افريقيا وفي دول عربيه. فكنت حابب اعرف منك يا دكتور محمد في دقيقتين برضو تعرفنا اكتر عن حضرتك وتعرفنا اكتر عن في لابي. مساء الخير استاذ محمد، فرصة سعيدة جدا تواجد معاكم النهاردة. للأسف بس هي الكاميرا فيها مشكلة، أنا أحلها حالا. تمام اتفضل. برحب جدا بزملائي الدكتورة خديجة والدكتورة سارة، فرصة سعيدة جدا تواجد معاكم النهاردة. أنا محمد ندى، المؤسس المدير التنفيذي لمنصة في لابي للمعامل الافتراضية، منصة مخصصة للمعامل الافتراضية للمدارس عشان نحل المشكلات الكتيرة اللي موجودة في معظم معامل العلوم التقليدية في المدارس الحكومية والخاصة. الحمد لله احنا بادئين من 2019، من اول 2019، وتم اختيارنا من ضمن افضل ابتكارات التعليم في افريقيا من قبل الاتحاد الافريقي للمشاركة في مؤتمر Innovating Education in Africa Expo في بوتسوانا. وكمان تم اختيارنا من قبل مكتب الامم المتحدة في فيينا للمشاركة في مؤتمر زيرو بروجكت. هدفنا الاساسي ان احنا نقدم محاكاة عملية لتجارب العلوم لطلاب المدارس، وكمان بنسهل على الطالب الوصول للتجارب للمرحلة اللي هم فيها، ونوعد كل الخصائص اللي هم فيها. إن شاء الله هنتكلم في المميزات على مدار الجلسة إن شاء الله. ممتاز. يعني إن شاء الله أنا أظبط الكاميرا ومعاكم حالا يعني. شكرا. نبدأ دكتورة خديجة، ويمكن دكتورة خديجة أنا عايز أعرف النهاردة، أنا لو مدرس أو أنا بشتغل في مدرسة وبعمل تجارب ليها علاقة بالعلوم أو الكيمياء، ويمكن كان ليا الشرف إن أنا شفت بريكس لابس مراحل تطوره من سنة، فما شاء الله يمكن شايف بعض السولوشنز وبعض السيرفيس الكتير جدا اللي بقت موجودة. فأنا النهاردة كمدرس بعمل تجارب تعليمية،
اقدر ازاي النهارده استخدم بريكس لاب واطلع منه باقصى استفاده. اوكي الاول طبعا يا محمد انت معانا من زمان قوي فيعني مواكب التطور من سنين فانا عارفه ده كويس. النهارده احنا اولا الاودينس بتاعنا هم مين؟ احنا عندنا يا اما بيبقى الجامعه نفسها عايز تستفيد، يا اما المدرسه، يا اما زي ما انت قلت مدرس لوحده خالص، وفي طلبه ممكن تستفيد على فكره لوحدها خالص من غير المدرس. النهارده البلاتفورم انت تقدر تدخل عليه، لو الجامعه بتاعتك او المدرسه حتى ما عملتش سبسكريبشن انت تقدر تدخل اونلاين تعمل سبسكريبشن لوحدك كمدرس، بتاخد التجارب اللي عندنا. عندنا زي ما قلت اكتر من 100 تجربه. انت قلت مثلا لو ده مدرس كيمستري هيلاقي عنده تجارب كيمستري كتيره جدا، ممكن يختار منها الان اورجانيك التايتريشن، يبدا يختار ويسلكت التجارب اللي هو عايز يسبسكرايب ليها. خلاص وانس ان هو عنده التجارب دي يقدر يدخل على البلاتفورم عندنا ويشوف، زي يعني طبعا مش عارفه اوريها دلوقتي، بس هو بيشوف 3D كومبليت سيميوليشن للمعمل الحقيقي. بيبقى التولز نفس الاحجام ونفس الشكل بالظبط، السوفت وير نفس يعني عارف الايكويبمنت نفسه، لو عندنا بي سي ار مثلا، لو عندنا ووتر باث، بيشوف كل الايكويبمنت بنفس الشكل ونفس الموديل ونفس الحجم في المعمل الحقيقي عشان يقدر يدرس منها للطلاب ويعودهم على البروسيدجر. بيقدر يعمل التجربه من اولها لاخرها بالسيفتي انستراكشنز المطلوبه، بكل الشغل اللي هو بيعمله في الريل لاب بيعمله عندنا على الفيرتشوال لاب. وبالتالي المدرس ممكن يدخل الحصه يشغل البلاتفورم ده قدام الطلاب ويبدا يشتغل هو على الاكسبيرمنت دي اللي هو اصلا ممكن في الحاله العاديه ما كانتش يقدر يعملها، وكان مجرد هيديها لهم كده ثيوريتيكال. النهارده لا، يقدر يجربها قدامهم ويقدروا هم كمان يكونوا فاتحين اللابتوبس قدامه وبيشتغلوا كلهم على البلاتفورم ويعملوا التجارب دي، والمدرس يقدر يشوف البروجرس بتاعهم عامل ازاي او وقفوا في اي حته في التجربه او مش عارفين يكملوها. ممتاز ممتاز. طيب ننتقل طبعا للزميله دكتوره ساره. دكتوره ساره، النهارده دايما قطاع الهيلث كير، قطاع الهيلث تك عموما قطاع مهم جدا، وعندنا عدد طلبه واساتذه جامعه في قطاع الصيدله كبير جدا، وللاسف المحتوى الرقمي اللي خاص بيه ضعيف. النهارده مصر من اكتر الدول اللي بتهتم بقطاع الصحه طبعا من كورونا ومن قبل كورونا. عايز من حضرتك تعرفينا اكتر ازاي استفاد من البلاتفورم بتاعت حضراتكم، وايه والخدمات دي هل متاحه للجميع ولا في حاجات بفلوس وفي حاجات ببلاش؟ فاتمنى برضو في وقت قصير حضرتك يعني تشتغل. طيب هايل جدا، سؤال جدا قوي، واحنا من وقت ما بدانا كان همنا جدا الجزء العملي للصيادله، خصوصا اللي بيتعاملوا دايركت مع المرضى، سواء الصيدلي ده موجود في مستشفى او موجود في صيدليه. اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الكلينيكال اسبيكت اكتر منه، واللي وقت الكوفيد طلع بشكل جدا عالي لانه الصيادله بقوا موجودين فعلا، هنقول كده 24/7 جاهزين طول الوقت. فالبلاتفورم بتاعنا مينلي شغال على الواقع الافتراضي، وفي ار محتاج نظارات زي الورايا كده وبعض الاجهزه. طبعا بتعمل محاكاه كامله، يعني النهارده انا لو طالب موجود في الجامعه، موجود في البيت، موجود في اي مكان، اقدر احصل على نفس التجربه التعليميه اللي ممكن يحصل عليها اي حد موجود. اللطيف جدا ان البلاتفورم بيسمح للدكتور في الجامعه انه كمان يقيم الطلبه، يعطيهم بعض الاساينمنت، يتاكد من وجودهم، وكل الفكره قايمه على الجاميفيكيشن، او ان احنا بنلعب، احنا بنتعلم اكتر واحنا بنلعب وبنستمتع بالفكره. فاشتغلنا على فارما فيجيت انها تكون بالشكل ده. الجود نيوز بقى ان احنا اول مره نتكلم عليها، ان شاء الله خلال شهر 12، اول شهر 12 هيكون البلاتفورم موجود كبي سي موديل، يعني مش لازم يكون عندي نظارات ومش لازم يكون عندي الجيرز عشان نقدر لاكبر عدد من الصيادله انه يجربوا ويشتغلوا بنفسهم هاندز اون اكسبيرينس. ده اللي صامت اول مره نتكلم عليه. طبعا احنا الصيدله قطاع كبير وبنتكلم على جزء كبير جدا. بدانا اول مرحله، احنا في مرحله دلوقتي بنعمل كولينج لكل الناس المهتمه بالتعليم الطبي، خصوصا في الفتره اللي احنا فيها، وخصوصا التعليم الديجيتال. كل اللي موجودين في الجامعه من سواء اساتذه سواء كانوا ريسيرشر، انهم يكونوا معانا هنقول شركاء في التحول ده. البلاتفورم هيكون موجود عليه ما يقارب حوالي 25 كيس ستادي وسيناريو جاهزين للصيدله يستخدموهم فور فري الفتره الاولى علشان نتاكد من كفاءه كل المحتوى. واللطيف جدا ان المحتوى بتاعنا مرن، فنقدر ان احنا نعدله ونغيره بغض النظر احنا بنمارس في مصر او بنمارس في الامارات او بنمارس في اوروبا. فهيبقى في عندنا مجال كمان لتبادل الخبرات هايل جدا ما بين الصيادله وبعض، ودي بدايه الطريق. اعتقد عندنا لسه تراك طويل نشتغل عليه، بس احنا جدا مبسوطين بالبدايه، وان شاء الله يكون في كمان هنقول ريسبونس جدا قوي الايام الجايه.
شكرا دكتوره ساره. دكتور محمد، انا كان عندي سؤال لحضرتك، ازاي اقدر اشترك في التجارب الخاصه بفي لابي؟ وطبعا احنا عندنا في المنصه عندنا النظام الاولاني، لو طالب انديفيدوال خالص من سواء كان طالب اولي امر او حتى مدرس علوم يقدر بنفسه يدخل على البلاتفورم. هي بسيطه جدا وسهله، زي متجر بيبقى فيه برايس لكل تجربه، بتبدا حتى من 5 6 جنيه للتجربه الواحده، وفي تجارب بتكون فري، المدرس او المطالب بيقدر ان هو يضيف التجارب بتاعته للكارت اللي هو عايز يحجز التجارب دي، ومجرد ما بيشترك فيها عنده طرق دفع اما بفوري او ببال او من خلال كروت الاشتراك اللي بننزلها باستمرار بشكل برومو كود يقدر. احنا طبعا عندنا نظام جيميفيكيشن متقدم جدا في المنصه عشان بنستخدمه اصلا في الفيرتشوال لاب، وده الحاجه الجديده اللي احنا اضفناها. النقط البوينت اللي ممكن الطالب يحصلها من خلال الفيرتشوال لاب يقدر يفتح بيها تجارب جديده، او يقدر يشحن البوينت دي من خلال فوري او ببال او من خلال البرومو كودز اللي موجوده من خلال السوشيال ميديا واللي احنا بننزلها في كروت. ده طبعا بالاضافه للجانب الخاص بالمدارس، بنقدم لهم عروض كبيره للمدارس عشان يقدروا يتابعوا الطلاب بتاعهم. طبعا بتوفر لهم داشبورد متقدمه خاصه بكل مدرسه عشان تتابع الطلاب بتوعهم، بس بيكون فيها بقى قائمه متصدرين، بيكون فيها بيانات كل الطلاب بتوعهم، من حصل على اعلى سكور، من ما دخلش عمل تجارب بتاعته كلها، من عمل الاكتيفيتي المطلوب منه. دي بتكون خاصه بكل مدرسه. ده بالاضافه ان شاء الله للفتره الجايه احنا حاليا شغالين في الاي بي اي لانظمه اداره التعلم المختلفه. ان شاء الله خلال الايام الجايه هيكون في سهوله ان احنا نقدر نعمل انتجريشن بين اي منصه سواء خاصه بالمدرسه او خاصه بانظمه اداره التعلم العامه اللي موجوده في كل مدارس يعني. ممتاز. ده طبعا هيخلينا نروح للسؤال اللي جاي، ونبدا طبعا بدكتوره خديجه. انا النهارده عايز اعرف ايه اهميه اصلا المعامل الافتراضيه؟ يعني النهارده المعامل الافتراضيه هو مصطلح ممكن يكون في مصر جديد، ممكن يكون في الشرق الاوسط ليه سمع او ناس سمعت عنه، بس انا عايز اعرف النهارده انا كراجل صاحب مدرسه او انا كحد عندي جامعه ايه مميزات، وطبعا المميزات كتير، فهندي لحضرتك دقيقه تقول لنا مميزات، والدقيقه دي تشرح لنا بعض المميزات اللي انتوا بتحاولوا تركزوا عليها. اوكي، زي ما انت قلت يا محمد مميزات كتيره، هحاول ابقى كونسايز كده للبوينتس المهمه قوي. مميزات من ناحيه الطلاب، مميزات من ناحيه الانستتيوشن او الجامعه. خلينا نقول من ناحيه الطلاب سريعا كده، نمبر 1 انت هتقدر تبراكتس التجارب دي يا محمد من اي مكان، انت مش محتاج ريل لاب، فمن اي مكان عايز براوزر و 24/7 انت عندك اللاب بتاعك. نمبر 2 انت الفاميلياريتي بالبروسيجرز في الفيرتشوال لاب، وان انت تكرر العمليه دي كتير جدا. اصلا في ستاديز في انجلترا بقى لها سنين اثبتت انه التحسين ده ممكن يوصل ل 60% في تحسين البرفورمنس والليرنينج اوتكمز للطلاب. نفس الكلام، هما التعود بتاعهم ده بيعلي الانجيجمنت، بيعلي الموتيفيشن، بيعلي الكونفيدنس بتاعهم جدا، وبالتالي هنروح للمشكله الرئيسيه خالص اللي هي الدروب اوت، بتقل بنسبه 80% لان الطلاب بقى عندهم ريتنشن وعايزين يكملوا وعايزين يتعلموا، وبتحسن الليرنينج اوتكم. الثالثه والمهمه جدا يا محمد هي السيفتي كونسيرنز. انا خلاص انا ما بقاش عندي اي ريستريكشن ولا سيفتي ولا انيمال تيستينج ولا كوست. ساعات انا كنت بلغي تجارب كامله من الكريكولم بتاعي عشان معيش الفلوس او معيش المقدره يعني ان انا اعمل التجارب دي للطلاب. ويعني ده بالنسبه لي يمكن التوب، لكن طبعا في حاجات كتيره جدا ممكن اخلي حد من زملائي يكمل، لكن دي التوب امبورتنس او المزايا المهمه جدا للمعامل الافتراضيه. محمد انت مفيش صوت، سامعيني كده كويس؟ طيب دكتورة سارة، حضرتك شايفة بقى مميزات المعامل الافتراضية ايه؟ طيب خلينا نتكلم، احنا بقى في القطاع الطبي فالموضوع يمكن بيدخل بشكل اخطر شوية. تخيل كده لو انا قلت لك انه الدكتور اللي بيعالجك او الصيدلي اللي مسؤول عن صرف علاجك ما خدش تدريبه الصح، ما كانش عنده مكان يتدرب،
وفعلا كتير احنا بنحط الشباب في نفس التحدي ونقول له انت النهارده مسؤول عن حياه المرضى اللي معاك، فبيقدر يشوف بشكل مباشر جدا ما مدى خطوره قرارات اللي بياخدها، ما مدى خطوره الاشياء اللي بتقع منه كمعلومات. فاحنا بنتكلم انه بالنسبه لنا في القطاع الطبي رقم واحد هي تعزيز حياه الانسان. وقت ما حصلت الكوفيد لقينا انه كل القطاعات ممكن توقف الا القطاع الطبي، كل الناس ممكن يعني يبقى شويه دورها بيروح وبيرجع واستغنينا عن حاجات كتير، لكن الناس اللي بتعمل في القطاع الطبي هي خط دفاع فعلا بالنسبه لنا كلنا. فدي رقم واحد بالنسبه لنا، ازاي الايرور مارجن والاخطاء الطبيه اللي بتتم بشكل كبير جدا ممكن نستغنى عنها. حاجه تانية مهمه قوي، احنا لسنين طويله كنا بنتكلم انه الابتكار والاشياء الجديده اللي ممكن تغير لازم تطلع من الشركات الكبيره، خصوصا في مجال زي مجال الفارماسيوتيكال. لكن لما نحكي النهارده ان الشباب ممكن يطلعوا ابتكار واشياء جديده تغير بشكل كبير جدا لانهم اتعلموا صح او بقوا جزء من المنظومه نفسها اللي بقوا فاهمين هم ليه بيعملوا ده، خليني احكي حاجه صغيره جدا. في دكتور معانا في جامعه واشنطن من 2008 اسمه ديفيد بيكر، عمل لعبه صغيره جدا عشان يعمل بروتين سيكونس، يعرف بس ترتيب البروتين كده ممكن يستخدمه في كل الادويه وفي كل الاشياء اللي بيشتغل عليها. اللعبه اللي عملها اللي هي فولدت وفرت، كنا بناخد تقريبا 15 سنه جوه المختبر عشان نعرف البروتين سيكونس ونحلل ونتاكد، عملها عن طريق جيم دخل فيه اكثر من ربع مليون شخص خلال 10 ايام، كانوا حلوا نفس المشكله اللي ممكن تاخد 15 سنه. فاحنا النهارده زي ما بنتكلم على مصر، اتفضل. لا ممتاز تمام، انا باكد على كلام حضرتك. بقول لحضرتك الفكره كلها النهارده لو القطاع الطبي او قطاع التعليم في مصر بيتغير وبيتطور في الوطن العربي، فاحنا محتاجين نعزز جدا فكره الابتكار اللي ممكن نساعد ان الطلبه هم بقوا جزء من العمليه. رقم ثلاثه ودي نقطه مهمه جدا بالنسبه لي، انه كواليتي اوف اديوكيشن نفسها والتعليم الجيد اللي ممكن يسمح، احنا النهارده بنشوف الصيادله اللي موجودين في مصر بيسافروا لدول ثانيه. طيب ما مدى جوده التعليم اللي بيحصلوا عليه وبيقدروا ياخدوه؟ احنا بنحاول دايما نشتغل ان يكون في بنش ماركينج، فلما بكون بتعلم في مكان اقدر امارس المهنه بتاعتي في اي مكان، ما بتوقفش عند حدود، ما بتوقفش عند بلد، واقدر اخدم بمكان يكون احسن. فكره بقى البطاله او ان احنا نستاك في مكان، ده كله بيأثر جدا، فالفكره بتبقى شويه متطوره مع الوقت. ممتاز جدا. طيب دكتور محمد، برضو محتاج اسمع من حضرتك مميزات موجوده او شايف ايجابيات لاستخدام المعامل الافتراضيه في العمليات التعليميه. هو طبعا من قبل ازمه كورونا اصلا كان في مميزات كتير للمعامل الافتراضيه في التعليم، زي ما الدكتوره خديجه ذكرت، التوفير الاقتصادي وتوفير الوقت وحمايه طلابنا من خطوره بعض التجارب، خاصه لو بنتكلم على طلاب في مرحله المدرسه او في مرحله دراسيه اقل شويه. للاسف شفنا الفيديوهات الفتره الاخيره الانفجارات بتحصل في المعامل بتسبب مشاكل للطلاب والمدرسين بالنقص خبرة ممكن من بعض المدرسين. ده طبعا ومن بعد أزمة كورونا واتجاه المدرسين للشرح أونلاين، طب أنت هتشرح أونلاين إزاي من غير معمل؟ طب لو جات لك تجربة، فلقينا برضو بعض الفيديوهات الأكثر يعني سوءا إن مدرس بيضطر يعني يجيب الكاميرا على الورقة ويبدأ يرسم تجارب شكل التجربة قدام الطلبة عشان هو عايز يوصل المعلومة بأي شكل من الأشكال لي. فطبعا لو هو بيشتغل اونلاين من البيت لا يعرف يعمل تجربه في البيت لانه ما عندوش الادوات والتولز اللي هيحتاجها لاجراء التجربه، وفي نفس الوقت فكره رسم التجربه اونلاين مشكله زي ما كان بيعملها على السبوره زمان قبل كده. وبالتالي اصبح المعمل الافتراضي يعني لابد منه، واصبح مهم جدا لكل مدرس ان هو يستخدمه عشان يوصل المعلومه للطلاب بشكل افضل أي وقت. ممتاز. طيب آخر سؤال هسأله لحضراتكم عشان خاطر طبعا الوقت وعشان خاطر في أسئلة كتير جاية لنا. طبعا في تحديات كتير بتقابل جدا استخدام المعامل الافتراضية، فدكتورة خديجة شايفة أكبر تحدي بيقابل استخدام المعامل الافتراضية جوه المدارس والجامعات إيه، وإزاي نتغلب عنه في دقيقة؟ اوكي هقول على انت قلت تحدي مش مشكله، بس هو يعتبر تحدي هي المينتاليتي والريزيستنس والتشينج. الناس هو عامه في كل حاجه ليها علاقه بالتعليم وان انت تدخل جوه مجال الادتك هو في ريزيستنس رهيبه، سبيشالي من طبعا الجينريشنز اللي قبلينا
وازاي نقنعهم ان في حاجه اسمها اصلا سوفت وير، وازاي نقنعهم انه مش لازم امسك الحاجه بايدي، انا ممكن اعملها باستخدام سوفت وير. فالحته بتاعه التشينج مانجمنت دي محمد فيها تشالنج كبير جدا. بس الصراحه خليني اقول برضو ان احنا يمكن سبحان الله هو في ابتلاء وفي محنه زي الكوفيد، بس فور يعني كل الناس اللي مهتميه بالتعليم ده كان بالنسبه لنا احنا هو منحه، مش بقول طبعا بمعنى كويس، بس انه ربنا هو ورينا او ورى الناس كلها دلوقتي انه اي ليرنينج والريموت ليرنينج ده ما بقاش خالص اني مور لوكسري، لا هو سوليوشن لازم يكون موجود ان بليس لكل الجامعات لكل المدارس لكل الناس المهتميه بالتعليم. ما عادش ينفع ان انا ابقى ماسك او منشف مخي زي ما بنقول وما فيش حاجه اسمها غير هاردوير. لا النهارده الناس هي اللي بتجيلنا وهي اللي تطلب تتكلم معانا، حتى الكبار والبروفيسورز القدامي. ممتاز. طيب دكتوره ساره، حضرتك شايفه ايه اكبر تحدي وازاي ممكن نتغلب عليه؟ طيب انا هكمل على اللي قالته الدكتوره خديجه. رقم 2 بالنسبه لي ونقطه مهمه جدا، ايرلي ادابترز. مين هي النقاط المضيئه اللي ممكن نبدا بيها؟ مين هم دكاتره الجامعه؟ خصوصا احنا بنتكلم على التعليم العالي، وبتعرف الموضوع بيبقى شويه لو تعليم حكومي بيبقى فيه بيروقراطيه شويه وبنبقى الاجراءات بتاخد وقت اطول من اللازم، ولو التعليم الخاص بيبقى عنده بعض البدائل اللي ممكن تكون اسرع وما عندوش استعداد ان يستثمر كتير في النقطه دي. فدايما النقاط المضيئه دكاتره الجامعه هتلاقي على فكره على مستوى العالم كله كل المشاريع اللي كانت بتغير شكل التعليم كان في هيد، كان في بروفيسور، كان في مدرس بالجامعه هو اللي بيتولى الفكره دي كقضيته وبدا يستغلها بشكل يكون جيد. فاحنا يعني احنا نتواصل مع كل دكاتره الجامعه، مع كل القائمين في الريسيرش اللي عندهم فعلا الاستعداد انهم يكونوا شركاء في الرحله دي ويغيروا ويسيبوا تاثير. هو دي واحده من اهم التحديات، لانه زي ما كانت دكتوره خديجه بتقول التشينج ستيل لسه جديد بالنسبه لنا، بس احنا في الفارما مع الايديوكيشن الاثنين الكوفيد عملت اكسلريشن جدا سريع، فنعتبر محظوظين الى حد كبير عن قطاعات ثانيه. ممتاز ممتاز. دكتور محمد. تمام يا استاذنا. طبعا زي ما الدكتوره خديجه والدكتوره ذكرت احنا يعني يعتبر فرصه سمحت لنا، فكل التحديات هتكون ناتجه من خلالنا احنا، يعني كل الشغل هيكون علينا احنا. حتى لو المدرسين اي نعم ما عندهمش استعداد ان هم يستخدموا معامل افتراضيه، فحته ان احنا نعمل لهم او نسمع ونفهمهم يعني ايه معامل افتراضي برضه هيكون العيب ناتج علينا احنا. فاحنا محتاجين نستثمر وقت كبير يعني وقتنا وفلوسنا ومجهودنا في ان احنا نفهم الناس اهميه المعامل الافتراضيه وضروره استخدامها قبل ما نبدا ندور على ماركتنج ونبدا ندور على احنا بقى نجيب ديفينيو او نجيب اي يعني اي دخل من الخدمه دي. فاحنا فعلا حتى دكتوره خديجه ممكن تكون مستشاره، احنا فعلا بنصرف كتير عشان نفهم الناس يعني ايه معمل افتراض ونفهم واهميته ومدى سهولته على مدى سهوله استخدامه عن المعامل التقليديه. عشان كده احنا لازم التحدي اللي قدامنا اللي احنا بنصرف عن وقت وجهد وفلوس على ان احنا نوعي الناس باهميه. الصوت عند في الجزئية حضرتك. الو حضرتك سامعني؟ احنا سمعنا حضرتك بس الصوت عند حضرتك بيقطع، بس يمكن سمعنا الجزء الاولاني على التحديات اللي حضرتك اتكلمت عنها. تمام الصوت كويس. خلينا طبعا يمكن احنا جايلنا اسئله كتير بس احنا بنستاذن حضراتكم، هو الصوت بيقطع وبيروح. طيب انا طبعا بستاذن حضراتكم ان احنا هناخد اللينكات اللي خاصه بيكم وهناخد السوشيال شانل اللي خاصه بحضراتكم، لان جاي لنا اسئله كتير جدا 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 خصوصا على المنصات بتاعه حضراتكم. فانا طبعا يعني الحضور بعت لي اسئله كتير والمودريتور بعت لي اسئله كتير، فطبعا لو قعدنا نتكلم عن كل شركه من حضراتكم وهم عايزين يعرفوا ايه التجارب وازاي يشاركوا وفي اللي عايز يعرف التكاليف وفي مدارس عايزه تشارك معاكم، فانا بستاذن حضراتكم اسمحوا لنا ان احنا ناخد السوشيال شانلز بتاعت حضراتكم وهنبعتها لكل الحضور فيها لينك الويب سايت والفيسبوك اللي خاص بحضراتكم بحيث الناس تعرف اكتر تتواصل معاكم دايركت، لان طبعا الوقت مش هيسمح لينا ده. واحنا طبعا سعداء جدا بزملاء اللي معايا على المنصه، دكتوره خديجه البدويهي يعني من الشخصيات اللي جدا جدا بنبهر بالنجاحات بتاعتها اللي بتعملها وورلد وايد، وهي رائده اعمال ناجحه جدا،
وصديقتي وزميلتي دكتوره ساره رمضان اللي مشرفانا ومشاركه معانا النهارده في الحدث، ودايما بتبهرنا بكل جديد على الفيسبوك وتعرفنا كل الجديد اللي خاص بيها. احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، وبشكر طبعا دكتور محمد وهو صديق شخصي ليا على المستوى الشخصي، ودايما ببقى مبسوط جدا ان شركه زي في لابي بالامكانيات اللي جدا. فبشكر حضراتكم على الجلسه دي، ويمكن بس يعني طالب مطلوب مني ان في حد طالب سؤالين ضروري محتاج اسال حضراتكم عليه. السؤال الاول لدكتور محمد ندى، هل اقدر من مصر أعتقد دي واحدة من التحديات الإنترنت كونكشن كده. معلش أنا بنعتمد على الإنترنت في مصر ما شاء الله جدا يعني، وبتكلم عن جلسة ليها علاقة بالمعامل الافتراضية فبتحتاج أصلا إنترنت جميل، فهي يعني حابه تقول لنا كده خلي بالكم محتاجين نزود النت كويس في مصر. وطبعا يمكن زي ما كنت بتكلم ان انا جالي سؤالين محتاج دكتور محمد ندى يجاوبني عليهم، هل بعض المناهج موجوده ولا كل المناهج؟ فلو دكتور محمد ندى يجاوبنا باختصار برضو عشان نلحق ناخد بقيه اسئله، لان طالبين فعلا اسئله تجاوب عليها. معلش تمام سريعا كده، احنا بنركز بس على المناهج الخاصه بيه محدده لكل مرحله. فحاليا احنا مركزين على المنهج الاعدادي لتجارب المنهج المرحله الاعداديه للمنهج المصري. فالمتاح حاليا هم تجارب يعني حوالي 40 تجربه اللي هم تجارب المرحله الاعداديه. يعني التجارب دلوقتي اللي موجوده المرحله الاعداديه، الصوت عند حضرتك بس ضعيف شويه. تمام، انا بقول ان احنا بنركز على المرحله الاعداديه حاليا لان احنا بنرفع التجارب وفق كل منهج في المراحل المختلفه. احنا الطالب بيدخل بيلاقي التجارب المقرره عليه في المنهج الدراسي، مش جنرال يعني مش تجارب عامه وخلاص، لا احنا تجارب بنطلعها من كتاب المدرسي. فاحنا حاليا مستهدفين مراحل التجارب المرحله الاعداديه. يا ريت يكون الصوت واضح. ممتاز جدا. طب السؤال انا سامعين حضرتك كويس. السؤال الثاني طبعا لدكتوره خديجه، هل في تجارب مجانيه موجوده على بريكس لابس نقدر نستخدمها؟ طبعا يا محمد، احنا بنحط الاكونتس فور فري على الويب سايت بتاعنا على براكسي لابس. ادخل اعمل كريت اكونت، بنحط من 2 لـ3 ساعات بنغيرهم، لكن هم ثابتين 2 لـ3 في كل برانش عشان تجربوا كيمستري بيولوجي فيزيكس. فونس ان انت يكريت اكونت بينزل لك 6 تجارب على الاقل فور فري تقدر تشتغل بيهم. طبعا وقت الكوفيد كانوا 22 فتحناهم لكل الناس لمده 4 شهور، لكن النهارده هم موجودين 6، وباقي التجارب بتعمل سبسكريبشن هي فيري افوردبل للناس يعني. طبعا يمكن انا بصراحه جربت تجربه كانت جميله جدا، كان في معمل كده وملح وكانت جميله جدا، وقعدت يومين قاعد عمال اعمل تجارب. وانا مش من الشخصيات بصراحه اللي بحب ولا العلوم ولا الكيمياء خالص جدا بصراحه، يعني من غير اي احراج انا اسف، بس كنت منبهر جدا بصراحه. اللي هو انا قعدت ابص بقى لما بحط ده على ده بيظهر ايه، وبمسك ال بتاع التحليل اللي هو الامبول ده الكبير والمقص، فكنت منبهر جدا. الكلام ده كان من سنه. اي ثينك ان الحاجات دي دلوقتي بقت اجمل واقوى واحسن. دكتوره ساره رمضان، في سؤال جاي لحضرتك بيقول لحضرتك لو انا طالب في كليه صيدله اقدر اسجل على المنصه بتاعتكم ازاي؟ يعني هل التسجيل ده بيتم من خلال الويب سايت بتاع حضراتكم؟ طيب زي ما اتفقنا احنا الاول كانت لغايه النهارده. اوكي خليني تمام احنا كده سامعين.
ممتاز. فيش صوت يا محمد، انا مش سامع حاجه. عيني كده كويس؟ طيب كده رجع. طيب طبعا يمكن احنا سعداء جدا بالاسئله الكتير اللي جات لنا على السيشن دي، على الحلقه الجميله الشيقه. وكنت عايز بس استفسر من حضراتكم، هل لو انا كطالب او انا حد من ضمن الحضور اللي حاضر النهارده اقدر اخش على البلاتفورم والويب سايت اشوف التجارب دي، ولا احتاج ان انا اعمل خطوات قبل ما اخش على الويب سايت عند حضراتكم؟ طيب كويكلي بالنسبه لي كده praxilab.com، لا تقدر تدخل هتلاقي الصفحه بتاعت السيميوليشنز فيها كل اسامي السيميوليشنز اللي عندنا، وهتلاقي بيج ثانيه اسمها كريت اكونت. وانس ان انت عملت اكونت تقدر تدخل بقى تجرب التجارب نفسها الفري يا محمد، لكن السيميوليشنز بيج عليها كل ال100 تجربه اللي احنا بنقدمهم. ممتاز ممتاز. في سؤال برضو جاي لدكتوره ساره رمضان، وده اخر سؤال هناخده معلش عشان خاطر الوقت، خلاص مضطرين ان احنا نقفل. دكتوره ساره رمضان بيقول لها في سؤال جاي لحضرتك، انا طالبه في كليه تمريض ومحتاجه اعرف ازاي ممكن استفيد من الخدمات بتاعه حضراتكم. تمام. طيب حضراتكم سامعيني كده كويس؟ بشكر حضراتكم على وقتكم وعلى الجلسه الجميله اللي اضطرينا ان احنا نسمع التجارب والاكسبيرينس الكبيره، وبنوعد كل الاتنديز اللي شاركوا معانا، وانا كمان هنعمل حاجه من ايديوفيشن لحضراتكم، ان احنا هنحط اللينكات اللي خاصه بحضراتكم للداتا بيز بتاعتنا، واي ثينك ان هي دلوقتي 70,000 حد مهتم بقطاع التعليم، فهنبعت ايميل كامبين لكل الاتنديز عندنا عشان يعرفوا اكتر عن خدمات حضراتكم ويعرفوا اكتر على السيرفيس اللي انتم بتقدموها. طيب سوري معلش محمد سامحني، بس تقريبا الصوت ما كانش واضح، ففي كذا حد طلع كومنت، فانا في نص دقيقه هقول لهم انه بالنسبه لقطاع التمريض انتوا سامعيني صح؟ انا سامعك كويس. اوكي، بالنسبه لقطاع التمريض احنا اوريدي في ارب انوفيشن جالنا ريكوست للتمريض كتدريب خاص بيهم بس من خلال الواقع الافتراضي والتعامل مع المرضى وكل ما يخص المرضى والتعامل بيه، فان شاء الله في 2021 في اول سنه جديده هيكون في تراك كامل بس لقطاع التمريض بيتكامل مع الصيادله الكلينيكال ومع الاطباء علشان نقدر نخلي الدنيا ماشيه بشكل افضل والتدريب بتاعهم يكون على اعلى مستوى زي ما نتمنى ان شاء الله. فقريبا هنعمل اناونس من خلالكم باذن الله. شكرا لحضراتكم. طبعا شكرا لدكتوره خديجه البدويهي ودكتوره ساره رمضان ودكتور محمد ندى. انا بشكر حضراتكم، وممكن حاليا دلوقتي زميلتي ريم هتدخل معانا عشان برضو تبتدي خطوات انهاء السيشن. يا محمد شكرا لحضرتك. ان شاء الله فرصك ميرسي جدا. طيب يمكن بس ريم زميلتي بتحاول تدخل مع حضراتكم. ريم بتحاول تدخل مع حضراتكم، هل الصوت واصل لحضراتكم؟ هي ريم الكره بتاعتها في كورج خالص، كونكشن بايظ تقريبا لسه كده. تمام كده تمام. اوكي بشكر حضراتكم جدا، حقيقي كان مهم فعلا نعرف عن المعامل الافتراضيه قد كده، كانت ضروريه خصوصا لكل المهتمين بالعلوم زي الفيزياء والكيمياء وغيرها.
بشكر حضراتكم، كانت فعلا محاضرة مثمرة وحتى جالنا أسئلة كتير جدا. خلوني بس أركز إنه تدوسوا على ويبينار جام لايف برودكاست الاكس اللي جنبها علشان الايفنت يفضل مكمل منعا لأي مشاكل تقنية. بشكر حضراتكم جدا مرة ثانية. شكرا. خلوني دلوقتي